وزعت مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية 1050 سلة غذائية و350 وجبة طعام يومية عبر دعمها إحدى المؤسسات الخيرية في مديرية معين بالعاصمة صنعاء. سباق نحو الخير والعطاء على مدار العام، ذلك هو نهج مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية المبادرة دوما لفعل الخير والإحسان في أرجاء الوطن. مديرية معين في أمانة العاصمة صنعاء كان لها نصيب من أنشطة المؤسسات الخيرية، تمثلت في دعم مشروع السلل الغذائية والوجبات اليومية للأسر المحتاجة عبر إحدى منظمات المجتمع المدني في المديرية. هذا النشاط المؤسس الصالح ليس بجديد، عهدناها كذلك وهي سباقة لعمل الخير ولمد اليد البيضاء لكافة المستضعفين والفقراء والمحتاجين في عموم محافظات الجمهورية وفي المناطق الأشد فقرا وبؤس، كما هي تدعم دور الإيواء والأيتام. هذا المشروع مشروع رمضان، من رمضان الخير، برعاية مؤسسة الصالح. قامت بتقديم 1400 سلة غذائية، منها 350 سلة غذائية لصالح المطبخ الخيري. 1500 أسرة تستفيد من هذا المشروع، منها 1050 أسرة توزع لها سلال غذائية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها الأسرة اليمنية بسبب العدوان الذي أفقدها أبسط مقومات الحياة المعيشية وفي المقدمة الغذاء والدواء. المجلس المحلي بأمانة العاصمة نشكر مؤسسة الصالح على هذا العمل الخيري الرائع الذي اعتدنا عليه هنا في أمانة العاصمة في كل مديريات أمانة العاصمة. أنا أطلب من هنا كل الإخوان في المجالس المحلية وعقال الحارات أن يكونوا مساهمين مساهمة فعالة في إنجاح هذا المشروع على مستوى العشر مديريات. ليس بجديد على مؤسسة الصالح أن تقوم بدعم المؤسسات الخيرية في جميع الأحياء في أمانة العاصمة وفي المحافظات، وأعمالها كبيرة جدا بشكل عموم، وإن شاء الله سيكون في تعاون أكبر في جميع المجالات معنا. المطبخ الخيري هو الآخر دعمته المؤسسة ليسهم في توزيع وجبات يومية على مدى شهر رمضان المبارك للأسر التي لا تسأل الناس إلحافا ولا يعلم حالها إلا الله. والآن معنا دعم في خلال شهر رمضان من مؤسسة الصالح بدعم المطبخ خلال شهر رمضان. الكمية اللي نطبخها كيسين من الرز لعدد 500 أسرة، كذلك الطبيخ، ونوفر 10 حبات خبز لكل أسرة. توزيع السلات الغذائية المقدمة من مؤسسة صالح وبتوجيه كريم من شخص كريم من فخامة الزعيم علي عبد الله صالح لمؤسسة أنت الحياة على 1400 سلة غذائية لدائرتي لمديرية معين لدائرتي 12 و15. نشكر مؤسسة الصالح الاجتماعي الخيري على مساعدتنا النازحين الضبحانين المعاقين، نشكرهم جزاهم الله ألف خير. يبقى رمضان محطة يتنافس فيها أهل الخير والإحسان في شهر الغفران، لتبقى مؤسسة الصالح سباقة في التخفيف من معاناة المحتاجين، فهذا المشروع واحد من أعمالها التي ترسم الابتسامة في وجه أناس باتوا في أمس الحاجة إلى يد العون والمساعدة. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.